يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي بعض التركات عن استخدام دليل ألوان الكومبوزيت اللي بيجي بمجموعة 3M زد 350. طبعا اعتمدوا بهذا الدليل على أخذ اللون، أخذ لون الأسنان مثلا المجاورة أو السن نفسه بدليل الفيتا الكلاسيك، طبعا الدليل القديم اللي متواجد عند معظم أطباء الأسنان. بعد ما نحن حددنا اللون على دليل ألوان الفيتا، راح نسقطه على ألوان الكومبوزيت اللي نحن راح نختاره. فهون بهذا الوجه هن شارحين لطريقة استخدام الألوان للصنف الأول والصنف الثاني والصنف الخامس. اختيارنا فرضا إذا طلع معنا لون من ألوان فرضا سي واحد، إذا نختار إما لون أو لونين، إما سنجل أو دول. السنجل هو راح يكون لون البادي نفسه، وإذا كان بدنا نختار لونين راح نختار لون البادي مع لون إناميل أفتح شوي. فرضا هون إذا إحنا اخترنا على دليل ألوان الفيتا وطلع معانا اللون B2، فإما راح نختار اللون هو B2 بادي ونعمل منه كامل الحشوة، أو راح نعمل دمج بين B3 بادي والB2 إناميل. طبعا احنا كل ما عملنا دمج لوني كل ما بتطلع النتيجة احلى. شايفين هون احنا المظهر الترسيمي للجلاس 1 والجلاس 2 والجلاس 5، شلون احنا كتير مهم انه احنا خاصة بالجلاس 5 انه ما نستخدم احنا فقط انامل، لانه راح تطلع عنا اللون الحشوة شفافة وتعطي لون مظهر رمادي، فلازم نستخدم احنا دنتين وفوقها إما طبقة صغيرة كتير من الإناميل أو طبقة بادي، يفضل أن نستخدم إحنا طبقة بادي. بالنسبة لجلاس 1 وجلاس 2 ما في مشكلة، إحنا إذا استخدمنا دنتين بالطبقات السفلى فوق راح نستخدم طبقة بادي أو طبقة إناميل أصغر، فبتعطي لون عنا لون حلو للحشوة. منشوف كمان كل الألوان على الوجه الثاني للدليل، منلاحظ انه هذا مخصص لشرح الجلاس 3 والجلاس 4، وشلون هون صار عنا دمج لثلاث ألوان. منلاحظ اذا اخترنا نحن دليل الفيتا فرضا لون مثلا اخترنا لون B2 طلع معنا، فاذا نختار لون واحد هو B2 بادي او لونين B3 دنتين او B2 إناميل، وإذا نختار ثلاث ألوان B3 دنتين B2 بادي B1 إناميل. يعني هذا الدمج اللوني بيعطي جمالية أكثر للترميم وبيعطي انعكاس أقرب للطبيعي للضوء على الأسنان وعلى الترميمات. فلحنا هذا اختيارنا. طبعا لحنا ممكن ما نجيب كل هالتنوع اللوني هذا، يعني بده كتير تيوبات كومبوزيت، ممكن احنا نعتمد كطريقة يعني بتجيب لنا 90% من الحالات، نعتمد نجيب احنا لون دنتين غامق ولون دنتين فاتح ولون انامل غامق ولون انامل فاتح، ولون البضي هو اللي لازم احنا يكون عنا اكتر شي منه الوان لانه هو اللي بيشابه اللون الطبيعي اكتر شي، وبنلعب احنا بخلط هالالوان هاي لتعطينا نتيجة حلوة. مثل ما شايفين هون مثلا اذا طلع معنا اللون A3 بادي لون واحد، A4 دنتين مع A3 بادي. منلاحظ كمان هون احنا كاتبين بطرف الدليل شلون احنا نستخدم السماكة واللايت كيور. السماكات للدنتين والبعض الألوان الغامقة هي راح تكون سماكة 1.5 ملم، واللايت كيور راح يكون 40 سكند. أما بقية الألوان لون الإناميل ولون البادي الألوان الفاتحة راح تكون سماكة الطبقة المسموح فيها هي 2 ملم واللايت كيور إلى 20 سكند. منشوف هون شلون ترسيم للجلاس 3 والجلاس 4. منلاحظ انه الجلاس 3 كمان كتير مهم بيطلع مع الزملاء هو لون رمادي بسبب انه استخدامه للون الانميل بشكل كبير، فلازم نحن هون نستخدم عنا الدنتين ومن ثم البادي
وممكن نحط فوقه طبقة إنميل صغيرة، لكن ما نكتر لحنا طبقة الإنميل اللي هي راح تعطي بهالمنطقة هي انعكاس لون رمادي. بالنسبة للجلاس فور مثل ما شايفين هون يعني المظهر الترسيمي، لحنا من البلتال راح نحط طبقة ترانزلوسنت، طبقة شفاف، وفوقها راح نحط طبقة الدنتين، وطبقة الدنتين راح نمدها لنص البافل اللي بيكون هو على السطح الليبيال، حتى نعطي ما يصير في عنا خط فاصل بين السن والترميم. وفوقه راح نحط لحنا طبقة البادي، وتحتها طبقة الإناميل. عند الحد القاطع راح تكون طبقة الإناميل، فوق طبقة البادي بجسم السن، ومن الداخل راح يكون عنا لون الدنتين اللي هو راح نعطي فيه شكل منظر الماميلونز. منشوف انه هذا دليل الوان راح نستخدمه، تعدد لوني مثلا لون دي 3 هو دي 3 بودي، او دي 3 بودي مع دي 2 انميل، او نختار ال A4D دنتين والدي 3 بودي والدي 2 انميل. هذا الدمج اللوني مثل ما قلت لكم ممكن احنا نجيب لون غامق دنتين، فرضا نجيب لون ال A4 دنتين وال A1 دنتين، وهدول نحن نعمل تنوع فيهم بمعظم الحشوات. واللون البودي يكون هو عنا اكثر شيء منه، 4-5 تيوبات من الوان البودي، ولونين فقط من الوان الانميل، ولون من ترانزلوسنت. فبهي الالوان راح نحقق احنا معظم الوان الترميمات اللي بتمر معانا بالحفرة الفموية. شكرا لحسن استماعكم.